رصد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عدة نفذتها طائرات مجهولة الهوية استهدفت المحيط الغربي لبلدة كفرة بالقرب من مدينة عزاز شمالي حلب. وأفادت مصادر أنه سمع دوي 3 انفجارات في المنطقة تضم مقرات لقوات بايعت تنظيم داعش الإرهابي. وقالت مصادر مطلعة إن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء مدينة مارع وسط أنباء عن احتمال تنفيذ عملية إنزال جديدة على غرار عملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولي لاعتقال أحد عناصر داعش.